مرحبا. أهم إشي عنا الأطفال وطعامهم، ومن أكثر الوجبات اللي إحنا بنقدمها للأطفال وكتير مرات بننسى إيش نحط فيها اللي هي سندويشات الأطفال. مرات كتير ما منعدها وجبة، لكنها هي بتشكل أتليست وجبتين من وجبات الأطفال بنهار. عشان هيك لازم تكون هاي السندويشة مغذية ومفيدة وبتحتوي على كل العناصر الغذائية. شو بدنا نحط بسندويشات الأطفال؟ أكيد اللي هو الجزء الرئيسي من السندويشة واللي هو الخبزة، لكن حتى نخلي الخبزة تكون مفيدة أكتر لازم دايما نتذكر إنه يكون فيها القمح أكتر أو حبوب القمح الكاملة. يعني نحن كتير مرات منفكر إنه الخبز الأسمر أو خبز القمح الكامل بس للكبار، لكن لازم نعود الصغار من العمر الصغير نبدأ نعمل لهم السندويشات يكون فيها خبز القمح. المكون الثاني بالسندويشة كمان اللي هو البروتين، واللي هو عادة بيكون الجبنة، اللبنة، البيض. ضروري كمان كتير نبدأ نغير بالأنواع ونحاول نشكل. يعني صح أسهل لنا كل يوم نعمل سندويشة جبنة، بس دايما لازم نركز إنه يكون كل يوم في إشي مختلف عم نقدمه للأطفال من بروتين مختلف وبالتالي فايدة مختلفة، وكمان عشان الأولاد بيزهقوا كتير بسرعة حتى نتأكد إنهم رح يأكلوا سندويشتهم لازم كل يوم نعطيهم نوع بروتين مختلف. ثالث إشي واللي هو أهم إشي وإحنا عادة كتير بننسى، لأنه منفكر إذا حطينا السندويشة وحطينا فيها اللبنة أو الجبنة خلصت السندويشة، وبيبقى ينقص أهم إشي اللي هو الخضار. أهم إشي ندخل الخضار بالسندويشة علشان الأطفال يتعود يكون في بغذائهم خضار أكتر. يعني ما تكون السندويشة فاضية، ممكن نقدم فيها شرحات خيار، ممكن بندورة، ممكن حتى نبدأ ندخل لهم أنواع جديدة من الخضار زي الفلفل الأحمر، الفلفل الأصفر، الخس، الزيتون. كلها هاي الأشياء رح تعطي نكهة أطيب للسندويشة، رح تشبع الصغار خاصة اللي إحنا كتير منخاف من موضوع زيادة الوزن بالنسبة للأطفال، وبنفس الوقت رح تعطي لون ونكهة أكتر للسندويشة. اليوم رح نعمل سندويشة دجاج مع الخضار، غنية كتير بالبروتين، غنية كتير بالفيتامينات والمعادن، وكتير مفيدة إذا بدنا ننوع السندويشات اللي بنقدمها لأطفالنا. رح نحتاج لسندويشات اليوم خبز حمام أو فينا نستعمل أنواع خبز تانية. رح نحتاج لأربع سفاين دجاج نسلقهم ومنكب المي تبعتهم ومنقطعهم لقطع صغيرة. رح نحتاج لنص كوب ذرة، وكمان حبة فلفل أخضر مقطعة قطع صغيرة، وكمان بصل أخضر مقطعة قطع صغيرة، جبنة موتزوريلا قليلة الدسم نص كوب، وحليب خالي الدسم نص كوب لكوب حسب الحاجة، رشة ملح ورشة فلفل أسود. بنبدأ أول شيء بكمية زيت قليلة بالطنجرة بالفرشاي زي ما تعودنا دايما. نبدأ أول شيء نقلي البصل، منضيف له الذرة، نضيف الفلفل الحلو، نغطيهم نتركهم شوي لحتى يستوى، منضيف الدجاج، نحركهم مع بعض حتى النكهة تبعت الفلفل ياخدها الدجاج مع الذرة والبصل، منضيف رشة ملح صغيرة والفلفل الأسود. بعد ما تقلى الدجاج منضيف الجبنة، نضيف شوي من الحليب خالي الدسم، نحط مقدار معلقتين. هاي السندويشة كوجبة رئيسية سعراتها الحرارية من 250 ل 270 سعرة حرارية كحد أقصى إذا كان حجم الخبزة كبير.